أعلن وزير القوى العاملة محمد صعفان أن يوم الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص. وأوضح صعفان أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي هذا الأجر.